قالوا الخارجية الأمريكية بدأت التحقيق مع الكتيبة أواخر 2022، يعني التحقيق مش جايب سيرة الكام شهر اللي فاتوا واللي بيحصل في غزة. في موضوع دمه تقيل لكن متكرر، كنت لسه بحكي لكم عن اللي بيحصل في السودان، وقلت لكم الكلام ده من الأسبوع اللي فات، وقلت لكم إن مسز ليندا توماس جرينفيلدز بتتهم دول العالم بالتخاذل بسبب السودان. فأنا قررت أغير اسم الست دي لأنها الحقيقة يعني مضايقاني زيادة، وهسميها ليندا فيتو. الموضوع المتكرر هو الفيتو، متكرر وسخيف حتى لو قرارات مجلس الأمن مش بتطبق، بس الفيتو بيوفر غطاء سياسي للإبادة الجماعية في غزة. الخميس اللي فات الجزائر قدمت مشروع قرار بقبول فلسطين عضو دائم في الأمم المتحدة، 12 عضو أيدوه وبريطانيا وسويسرا امتنعوا، وليندا رفعت إيدها فيتو عشان تقول للعالم أنا ليندا فيتو. ملهاش دعوة بداني ده فيتو، لكن السفير الجزائري عمار بن جامع وعد إنه هيقدم طلب تاني وتالت. أحسنت يا سيادة السفير. طب ايه اللي خلاني اتكلم في الموضوع ده النهارده؟ الخارجيه الاسرائيلي بتعلن استدعاء سفراء الدول اللي وافقوا على مشروع القانون، اللي صوتوا بالموافقه. متحدث الخارجيه الاسرائيلي بيتباهى وبيكتب بيقول هيتم استدعاء سفراء فرنسا واليابان وكوريا الجنوبيه ومالطا وسلوفاكيا والاكوادور وغيرهم عشان نبلغهم احتجاجنا القوي، وهنوصل الاحتجاج لدول تانية ونقول لهم ان الاعتراف بفلسطين بعد 6 شهور من مذبحة 7 اكتوبر يعني جائزة للارهاب. مين اللي بيمارس الارهاب يا كابتن؟ ده الارهاب على الارض في فلسطين، والارهاب السياسي على الأونروا ومنظمات الاغاثة، والارهاب الدبلوماسي في الامم المتحدة. ده انتوا بتمارسوا الارهاب على الدول اللي بتقول رأيها، دي دول ودول كبيرة، كوريا الجنوبية فرنسا، بتمارسوا عليهم الارهاب وقررتم ترهبوها عشان ما يكرروش الموقف ويوافقوا تاني على حاجة مش على هواكم ولا على مزاجكم، وجايين تتكلموا انتوا عن الارهاب. تعالوا نعرف اكتر عن هذه الموضوعات كلها من دكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور. تحية لك أستاذ أسامة ولكل السادة والسادة المشاهدين والمتابعين الكرام. دكتور أيمن، يعني أنا امبارح قلت إن كلمة الازدواج والكيل بمكيالين ودي كلمات دلع مش صح تتقال، لان الطبيعي اننا نتكلم عن النفاق ونتكلم عن الكذب ونتكلم عن كل المبيقات اللي ممكن تبقى موجوده في الاطراف اللي بتفعل ده. لكن النهارده عندما تقوم الولايات المتحده برفض تماما بفيتو ان يبقى في دوله اسمها فلسطين في الامم المتحده، اللي هو يعني ابسط بساطه الامور اللي يمكن تكون في مصلحه النظام العالمي، ده تسميه ايه؟ يعني بعيدا عن وقاحه الولايات المتحده الامريكيه في هذا الامر التي كانت تهمس قبل عده ايام انها قد تعترف بالدوله الفلسطينيه، انا اعتقد التوقيت استاذ اسامه كان خطا. التوقيت كان بامكاننا ان ننتظر حتى تضع الانتخابات الامريكيه اوزارها وتتضح بصوره اكثر. ونحاكي ما حدث عام 2016 عندما مر الامريكان قرار 2334. نعلم الان ماده التحريض ستكون اكثر علينا اذا تقدمنا ونحن دوله، سيبدا الاحتلال كالعادة يشن الهجوم على المجتمع الدولي، وندرك أن الأمريكان سيستخدم الفيتو، يعني من كان لا يدرك أن الأمريكان قد يستخدم الفيتو، وحتى إن طبعا تململ الأمريكان في البريطانيون جاهزون، وبالتالي كان هذا الأمر أمر واقع. لكن لو حاكينا الأمر كما حدث عام 2016 عندما أخفق الديمقراطيين فوافقوا في ديسمبر من عام 2016 بتمرير قرار 2334 والذي يدين الاستيطان ويمنع تمدده في الضفة الغربية، رغم عودة الديمقراطيين لم يفعلوا شيء في هذا، لكن أقل تقدير كان بإمكان الانتظار إلى هذا الأمر. لذلك حتى عملية استخدام الفيتو أو فشل هذه المرة، هذا ليست نهاية الكون، نستطيع أن نتقدم مرة ومرتين. في دول تقدمت 50 مرة قبل أن تمنح العضوية. لكن أنا كنت أتمنى أيضا في نفس السياق
أن نعتمد في مذكرتنا المطالب باعتراف الدولة الفلسطينية على قرار تقسيم 1881 الذي منح دولة الاحتلال الشرعية قبل أن يعترف بها العالم عام 49. إذا هنا سنذهب إلى النقطة الأولى للصراع، وهو منح الاحتلال الشرعية على فلسطين في 52% من أرض فلسطين التاريخية، ودولة عربية على 46% من أرض فلسطين التاريخية. ثم نبدأ نقول للعالم نحن بعد 76 عاما من الصراع نحن نقبل بقرار التقسيم، فتعالوا لتنفذوا. لكن ايضا هذا الامر كانت له برؤيه اخرى الدبلوماسيه العربيه والفلسطينيه بان نعتمد على حدود الرابع من حزيران عام 67 كطلب للاعتراف بالدوله الفلسطينيه. الان الامريكان معروفين، يعني انهم اليوم اللي الامريكان، ونحن نتابع رغم الحديث البعض يقول ان هناك خلاف بين بايدن ونتنياهو، يمنح 26 مليار دولار مساعدات عسكريه ومساعدات طبعا طبعا انسانيه قيل، لكن بالاغلب هي مساعدات عسكريه فقط 17 مليار. استاذ اسامه، ما اشبه اليوم بالبارحه في عام 2016 كان توتر بين الرئيس الامريكي اوباما ونتنياهو، وفي عهده ايضا منح 38 مليار دولار في نفس التوقيت في مايو من عام 2016، ومنحوا 38 مليار على 10 سنوات. هذه الامر تعود مره اخرى. اذا لا يمكن للولايات المتحده الامريكيه ان تستغني عن صنيعتها، اهم مشروع لها في المنطقه هي وبريطانيا، والتي له اهداف كثيره جدا استراتيجيه، وبالنسبه لهم دوله الاحتلال هي اهم دوله في المنطقه، ليست في الشرق الاوسط، هي ابعد من الشرق الاوسط في العالم بشكل كامل. وهي بالتالي نرى وقاحه الاسرائيليين لم تقف عند الموقف الامريكي، تجاوزتها عندما يستدعوا سفراء دول من ضمنها بنتحدث عن دوله في عضو ضعف في مجلس الامن مثل فرنسا. فهذه وقاحه لم يعني يصل اليها الحد من العقل. هؤلاء المجرمين الذين يقتلون شعبنا الفلسطيني لا يكترث لكل هذا الامر، وراينا حتى الامريكان يتحدثون عن معاقبه وحده داخل جيش الاحتلال نتسحي يهودا، هؤلاء اللي او منتصرين يهود، هؤلاء اصلا من غلاة المتطرفين، هذه الوحده الموجوده في جيش الاحتلال من المتطرفين، لديهم طبعا عاقبوهم مفتي اسمه عميخاي مفتي بالمنع من التدريب، يعني كتر خيرهم راحوا الى التدريب اقصى في مدى. امريكا يعني يعني مش هيدربوا في امريكا. بالضبط، يعني في امريكا بالضبط، يعني هذا الشيء يعني شيء يعني يجعلك تشعر بسخريه من اجراءات الولايات المتحده الامريكيه. وكما اشرت لان الشهيد فلسطيني امريكي، وكذلك شيرين ابو عقله فلسطينيه امريكيه، راينا لحتى الان الامر يتداول في امريكا، لكن الحرب الاباده الجماعيه التي تتم في غزه لم تحرك ساكن حتى الان. هناك للاسف استغلت الاحداث بين ايران والاحتلال الاسرائيلي في ما اطلقت علينا القصف الاعلام وليس القصف الصاروخي، ومنح الضوء الاخضر لنتنياهو لاجتياح رفح ويتجهز لذلك، ومنح هذه المساعده الكبيره من الاموال. اذا من استفاد من كل هذه الارهاصات التي تحدث؟ هو نتنياهو وحكومته. نتنياهو كمان مهم جدا ندرك انه لن يتخلى عن الولاه المتطرفين الذين يمثلون سياج حمايه له، ورغم كل ذلك الامريكان لا يتمكنوا من الضغط عليه، وكل المراهنات على ان ياتوا ببديل لنتنياهو ستبوء بالفشل. نتنياهو يدرك باللحظه التي سيتخلصون منه هو يستطيع ان يقلب الطاوله عليهم جميعا، لذلك هو مصر انه لن يترك فتره حكمه حتى نهايه 2016، واضح ان الامريكان رضخوا لذلك، وحتى نصائح توماس فريدمان التي قدمت لنتنياهو رماها بعرض الحائط. بالضبط، رماها بعرض الحائط، ولا زال بالفعل نتنياهو تنتهي حكمه في نوفمبر 2026، وهذا للاسف قد نرى ان الحرب تستمر الى ذلك. اذا كان هو هذا ديدا الامريكان في معالجه الملفات، فانا اعتقد لا امل لا بالديمقراطيين ولا بالجمهوريين، ومن كان يراهن عليهم بصراحه فهو رهان استاذ اسامه خاطئ، ولا اعتقد انه سنجد لا من بايدن ولا من ترامب ولا حتى غيرهم حلول للصراع. وفقط للتذكير، في عندما زار طبعا بايدن 2022 فلسطين وزار بيت لحم، همس في اذنه الرئيس ابو مازن، قال له متى سيكون هناك عقد مؤتمر دولي للسلام؟ متى سينهى الصراع؟ قال له عندما ينزل سيدنا عيسى المسيح. اذا سننتظر حتى يوم القيامه حتى يحل هذا الصراع. هذا في وجهه نظر الامريكان. اذا الامور لا زالت اعتقد في جعبه الامريكان، لا يوجد شيء، وعلينا فلسطين ان نفكر خارج كل ذلك. اولا ترتيب بيتنا الفلسطيني لتواجه كل هذه التحديات، ووضعنا بصراحه استاذ سما لا يصير صديق، قد يصير عدو لكن لا يصير صديق. حتى الان لا توجد رؤيه في ترتيب بيتنا الفلسطيني، وهذا بالتاكيد سيبقى بدلاله ايجابيه على رؤيتنا تجاه إدارة الصراع بشكل كامل. يعني حتى الآن إلى أين غزة ستذهب لا أحد يعلم، الحرب قد تستمر سنوات وليست شهور، وهذا أمر بصراحة يعني يمثل طامة كبرى للقضية الفلسطينية. نعم، بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور أيمن الرقبة أستاذ العلوم السياسية. يعني الحقيقة الكلام للدكتور أيمن
كله في الصميم، ويعني يتحدث عن الموضوعات بشكل واضح وفي نقاط محددة جدا، بشكره عليها.